بمحاذاة أراض فلاحية ذات إنتاجية عالية، وعلى امتداد البصر تستوقفك الأعمدة الكهربائية بكل من بلدية تكستاغ وحسناوة بولاية برج بوعريريج. عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية سمحت للفلاحين بتوسيع المساحات المغروسة وتجاوز العراقيل الميدانية. احنا من قبل كنا نستعملوا لي جروب، نسقيو بلي جروب تاع الكهرباء مولد الطاقة، وكنا كيما نقولوا تستقى منا، ما كناش نقدروا نخدموا المساحة هذه الكمية هذه اللي انا خادمينها درك، وتستقى منا ماديا. ودركا الحمد لله، دركا الحمد لله رانا نخدموا، عندك البومبا تاعك تاع كلش كهرباء تخدم تنتج كيما تبغي وتنوع في الخضروات. كيما سنانا دايرين 6 قطار كيما حبوا السليم، كي جانا تريسيتي تاع مبادرة فلاحية تاع تريسيتي هذه، ولينا نقدروا. النهار الاول كنا نديروا يا ربي 10 قطارات قمح، دوك رانا في 60 قطار قمح، وانا زدنا درنا القواطن اللي ساريت هذو، وزدنا درنا الكسبر، ومنه جايب ربي ان شاء الله راح نزيدوا نديروا ثاني الحمص والعدس، هذا مو كل يصلحوا له. ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وتدعيمها بأحواض مائية من شأنه تدعيم عملية السقي التكميلي وزيادة المردودية، خصوصاً وأن العملية لا تزال متواصلة لمرافقة جل الفلاحين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الموسم الفلاحي بالولاية. تواصل مديرية توزيع برج بوعريريج بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية في أشغال ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية مع مرافقة الفلاحين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لذلك وبدون دفع مسبق. تم ربط حوالي 590 مستثمرة فلاحية عبر مختلف بلديات الولاية بشبكة توزيع بلغ طولها حوالي 270 كيلومتر، وبالإضافة إلى 128 مستثمرة فلاحية أشغلها قيد الإنجاز بشبكة توزيع بلغ طولها 69 كيلومتر، و 35 مستثمرة فلاحية سيتم الانطلاق في أشغال ربطها قريبا بشبكة توزيع بلغ طولها حوالي 22 كيلومتر. تدعيم الإنتاج الفلاحي رهان اقتصادي يعول عليه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الفلاحية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل.